الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على خط الأزمة السياسية في العراق وعلى خط النار بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، وهذا جاء من خلال باربرا ليف، وهي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وهي مسؤولة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ظهرت فجأة يوم أمس بلقاء مع رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بهذا الشكل، ونقلت له رسالة قادمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي رسالة شفوية، وهي موجهة بشكل مباشر ليس للسيد مصطفى الكاظمي وإنما للقادة العراقيين بشكل عام. وثبت هذا الكلام بشكل رسمي وواضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بهذا الشكل، وقالت الآتي: أكدت السيدة ليف دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة والمضي في ترسيخ أمن العراقي واستقراره. وفعلا كانت هنالك جلسة اليوم، الجلسة الثانية للحوار الوطني التي يقودها رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي. اجتمعت أغلب القيادات العراقية بحضور السيد نوري المالكي والسيد هادي العامري وعمار الحكيم، وأيضا هنالك حضورا للأمم المتحدة طبعا من قبل جنن بلاسخارت وغيرها. ولكن من هو مفقود في هذه الجلسة وللمرة الثانية على التوالي هو التيار الصدري. ممثل التيار الصدري لم يكن حاضرا أبدا، ما يوضح بأن هذه الأزمة السياسية هي مستمرة. باربرا ليف اليوم هي كانت في الجامعة الأمريكية في بغداد، وكانت في طاولة مستديرة مغلقة مع عدد من وكالات الإعلام والأنباء، وكانت قد صرحت بتصريحات مثيرة للغاية، ووضحت بأن المشهد السياسي العراقي قد وصل إلى حافة الهاوية، وبأنه جرس إنذار لجميع القادة العراقيين لما هو قادم إن لم يتحاوروا. وهذا ما ثبتته بتصريحات واضحة لوكالة الأنباء العراقية، وقالت الآتي: واشنطن والأمن القومي ووزارة الخارجية والدفاع وآخرين تتابع المشهد العراقي بدقة، وما جرت من أحداث في الأسبوع الماضي تدل على وصول المشهد السياسي إلى حافة الهاوية. وأضافت أيضا: إننا تابعنا الأسبوع الماضي من عمليات عنف وقتل في العراق، ذلك هو جرس إنذار للقادة السياسيين إذا لم يسيروا نحو الحوار والحل. وباربرا ليف هي جاءت بهذا الشكل ووصلت إلى بغداد بهذه الطريقة، وذلك لأن الأمور وما جرى وما لاحظوه في الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة الأمريكية بأن الأمور وصلت إلى نقاط خطيرة الأسبوع الماضي. فأهم نقطة هم نظروا إليها بشكل مباشر هو ما جرى من اشتباكات طبعا على مستوى بغداد في المنطقة الخضراء. فبينما كانت هنالك اشتباكات في بغداد في المنطقة الخضراء تحديدا، كانت هنالك أيضا عدد من التحركات في المناطق الجنوبية، ولكن الخطر كان قادما على حقول النفط تحديدا، وهذا هو ما أثار طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كانت هنالك بحسب الأنباء كانت هنالك عملية محاصرة لحقول النفط أو تطويق حقول النفط في محافظة ذي قار وفي محافظة البصرة، وكان هذا التطويق خطيرا للغاية، وكان البعض يتحدث بأن كان هنالك تأثيرا على إنتاج الصادرات النفطية وغيرها، ولكن وكالة رويترز آنذاك قد أكدت بشكل مباشر بأنه لم يكن هنالك أي تأثير لا على إنتاج ولا على صادرات النفط من الحقول التي تم تطويقها وفي أثناء هذه الأزمة التي نتحدث عنها. ولكن في نفس الوقت وكالة رويترز وضحت بشكل مباشر من الممكن لأي اضطرابات قادمة أن تؤدي إلى مشكلة وإلى اضطرابات في تدفقات وفي إنتاج النفط من الداخل العراقي، وهذا ما ثبتته وكالة رويترز حول هذه المسألة التي ركزت عليها الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. أعمال العنف الأخيرة لم تؤثر على إنتاج وتصدير النفط العراقي، ولكن قد تقع اضطرابات في قطاع النفط مستقبلا، خاصة إذا استمرت الاحتجاجات حول مصافي النفط في البلاد. بالنسبة لباربرا ليف هي لم تأتي أيضا من فراغ، كانت هنالك حملة كبيرة للغاية قادمة من الكونغرس الأمريكي بدأت منذ 15 من أغسطس الماضي من قبل طبعا مجلسي النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، بدأوا يرسلوا رسائل مشددة ومكثفة
حول العراق تحديدا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وهذه الرسائل أيضا كانت مباشرة في بعض الأحيان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو يرسلها وزير الخارجية الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الرسائل بالنسبة لمجلسي النواب، وطبعا مجلسي النواب والشيوخ وتحديدا لجنة العلاقات الخارجية في المجلسين، طالبوا مباشرة الخارجية الأمريكية والرئيس الأمريكي أن يفعلوا شيئا للشركات الأمريكية في حقول النفط الموجودة في إقليم كردستان. لماذا هم يطالبون بهذا الأمر؟ هم طالبوا بهذه المسألة بسبب أن هنالك ضغطا كبيرا على حقول النفط في إقليم كردستان، هنالك ضربات من الفصائل المسلحة جاءت على عدد من الحقول وعلى عدد من المصافي، نتذكر تماما الضربات بالصواريخ البالستية القادمة من إيران في مارس الماضي على مجموعة كار وعلى مديرها التنفيذي، وبالتالي كانت هنالك ظروف صعبة للغاية وهي مستمرة. حتى قبل أيام كان هنالك هجوما على إحدى الحقول التي تعمل فيها، وهي طبعا شركة دانا غاز الإماراتية، وأن هنالك عقودا لشركات أمريكية تتواجد هناك. الشركات الأمريكية طبعا اضطرت إلى عملية الانسحاب بسبب هذه المسائل، وكذلك أن هنالك مسألة مهمة يطالبون بها بالكونغرس الأمريكي، وطالبوا بها كما تحدثنا منذ منتصف الشهر الماضي، هي عملية الخلافات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول مسألة حقول النفط، وبأن هنالك قرارات بحسب كلام الكونغرس الأمريكي بدأت تستخدم بانتقائية ضد الشركات الأمريكية، دفعت عددا من الشركات الأمريكية أن تنسحب، وطبعا التحرك الأمريكي من قبل باربرا ليف بهذا الشكل هو جاء بعد رسالة أخيرة قد تحدثت عنها وكالة رويترز، كانت قد أرسلت من الشركات الأمريكية التي تعمل في إقليم كردستان في الحقول النفطية هناك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة، وطلبوا منه أن يتدخل. وها هي باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والمسؤولة عن ملف الشرق الأوسط، هي حاضرة في الداخل العراقي، والواضح تماما بأنها ستكون أساسا في مهمة مهمة جدا لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان حول المسائل المتنازع عليها في الحقول النفطية وفي النفط وفي الطاقة. وهذا الأمر هو واضح من طبيعة زيارتها القادمة التي ستكون إلى أربيل، من بيان واضح من الخارجية الأمريكية كما تلاحظون بأن زيارتها للعراق هي من 4 سبتمبر وحتى 9 سبتمبر، وهي في بغداد وستكون أيضا في أربيل. توضح تماما التحرك الذي بدأت تعمل عليه الخارجية الأمريكية من أجل الوصول مباشرة إلى نتيجة وإلى حل وإلى إنقاذ الطاقة بشكل عام. هنالك نظرة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عليها دائما ما نتحدث عنها، الأهم بالنسبة إليها أن هذه الأزمة السياسية بين السيد مقتدى الصدر، بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، أو الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أو القوانين المستخدمة وغيرها، أو الهجمات من الفصائل، يجب أن لا تؤثر على إنتاج وتصدير النفط من الداخل العراقي، لأن استقرار العراق على مستوى الطاقة وتحديدا على سوق النفط هو مهم للغاية الآن إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها، لأنهم الآن دخلوا في مشكلة مرتبطة بمسألة الغاز الطبيعي، وهذه المشكلة هي قادمة من روسيا بشكل مباشر وبتحرك مثير ضد الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي تضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف صعب للغاية إذا ما تأثرت أوروبا في زمنه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أن تؤثر أيضا على حلف الناتو. ما الذي جرى يا ترى في الفترة الأخيرة وبشكل مثير للغاية؟ قامت روسيا بشكل واضح، قالوا بأننا لدينا عملية صيانة في هذا الأنبوب الذي ترونه هنا باللون البنفسجي بهذا الشكل، الذي طبعا هو أنبوب نورد ستريم 1 الذي يمتد من روسيا مباشرة إلى أوروبا وإلى ألمانيا، وهو يصدر الغاز الطبيعي، وهو واحد من الأنابيب المهمة للغاية بالنسبة إلى روسيا تحديدا. قالت بأنهم بحاجة إلى القيام بعمليات صيانة، وبدأوا فعلا بعمليات الصيانة لثلاثة أيام بسبب أن إحدى التوربينات الموجودة في هذا الأنبوب فيها مشكلة، وبالتالي بدأوا بهذه الصيانة لمدة 3 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الصيانة السبت الماضي، ولكن بشكل مفاجئ شركة غاز بروم الروسية تحدثت
بشكل واضح بأنهم يواجهون مشكلة أخرى في إحدى التوربينات الموجودة طبعا في محطة بورتا يافا بهذا الاتجاه، والتي هي طبعا تعتبر قريبة من مدينة سانت بيترسبرغ في روسيا تحديدا، وأكدت بأن هنالك تسريبا للزيت في إحدى التوربينات وبأنهم غير قادرين على إنهاء الصيانة الآن، وبالتالي هم أجلوا مسألة الصيانة إلى أجل غير مسمى، وهذه تعتبر مشكلة حقيقية. انقطع الغاز تماما الطبيعي الذي يذهب من روسيا عبر نورد ستريم 1 مباشرة إلى أوروبا، وبالتالي دخلوا في مشكلة حقيقية للغاية بالنسبة طبعا إلى أوروبا كما تلاحظون. وعلى هذا الأساس هذه المشكلة طبعا جعلت أوروبا في نقطة حرج للغاية، على الرغم من أنهم تحدثوا بأنهم تمكنوا من عملية تخزين ما يقارب 90% من الطاقة ومن الغاز الطبيعي لمواجهة الشتاء القادم، ولكن ليس في ظل هذه التفاصيل الطارئة القادمة من روسيا. وبالتالي على هذا الأساس مصرف جولدمان ساكس وكذلك صحيفة بلومبرغ تحدثوا بأن ما قامت به روسيا إذا ما استمر انقطاع الغاز الطبيعي بهذا الشكل فهذا يعتبر سلاح كبير للغاية موجه ضد أوروبا، وبأنه سيجعل الغاز الطبيعي تحت المطرقة في أوروبا. فمع وصول أوروبا إلى نهاية الشتاء تقريبا أو إلى الربع الأخير من الشتاء سيعانون من عملية انخفاض الغاز وكذلك كميات الغاز طبعا، وسيزداد وستزداد أسعارها، سيكون هنالك انقطاع في التيار الكهربائي، ارتفاع في الأسعار، هذه تؤدي إلى تظاهرات، وهذه التظاهرات ممكن أن تؤدي إلى سقوط الحكومات الموجودة في أوروبا، وبالتالي تؤثر تماما على طبيعة حلف الناتو، لأن السياسة التي استخدمت ضد روسيا أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تؤدي إلى إلا إلى مشاكل خطيرة للغاية في أوروبا. وواحدة من الأمثلة على ذلك في التشيك وما جرى في التشيك في العاصمة براغ، 70,000 شخصا من المواطنين التشيكيين قد خرجوا بهذا الشكل، لاحظ تظاهرات كبيرة للغاية مستائين تماما من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل مع اقتراب الشتاء، وبدأوا يضغطون على الحكومة، بدأوا يتحدثوا بشكل خطير للغاية ضد الاتحاد الأوروبي وسياساته في الغاز وغيرها من هذه المسائل، كذلك أن هنالك انتخابات قادمة في السويد وأن المعارضة بدأت تعمل بشكل مكثف ضد الحكومة السويدية، وبدأوا يبحثون عن عملية نتيجة حقيقية بأنه يجب أن تسقط هذه الحكومة السويدية وأن ننتصر عليها في الانتخابات. هنالك تقارير عن مشاكل في فنلندا، هنالك تقارير تتحدث عن ارتفاع أسعار مقبل في إيطاليا، وبالتالي تظاهرات كبيرة جدا ستغير من المشهد تماما، وهذا الأمر منتبه إليه تماما إيران تحديدا. سعيد مرندي وهو كبير المفاوضين أو هو مستشار الفريق التفاوضي الإيراني في المفاوضات النووية الإيرانية كان قد قال الآتي ولمح على مسألة الشتاء والصعوبات التي تواجهها إيران، قال الآتي: إيران لن تقبل الغموض أو الثغرات الموجودة في النص، يقصد نص الاتحاد الأوروبي تحديدا. الشتاء يقترب والاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة خانقة. لماذا يتحدث هو بهذا الشكل وما دخل هذه المسألة؟ في حقيقة الأمر أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وهو يلمح بأننا قادرين على حل المشكلة القادمة من الطاقة وتحديدا من روسيا مباشرة إلى أوروبا، ولدينا القدرة على سد الكثير من الثغرات في مستوى الغاز الطبيعي إلى أوروبا وإنقاذهم من هذا المستوى ومن هذا الخطر القادم، ولكن يجب أن تتنازلوا ويجب أن نعود إلى الاتفاقية النووية. مشكلة الاتفاقية النووية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها كانت ولا زالت هنالك مشكلة في تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع وجدوا فيها جزيئات اليورانيوم. إيران تريد إغلاق هذه التحقيقات بتصريحات جديدة قادمة من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قالت بصريح العبارة وإدارة بايدن لا نريد ولن نقبل بإغلاق هذه التحقيقات، بل إن البيت الأبيض قال وفصل هذه المسألة وقال بأن لا علاقة لهذه التحقيقات بهذه المواقع بمسألة العودة للاتفاقية النووية. يحاولون العودة للاتفاقية النووية والبحث عن إجابات فيما بعد من أجل حل الأمور وإيجاد حل وسطي. على هذا الأساس وبهذه التفاصيل التي جاءت عن المفاوضات والاتفاقية النووية، وجد أحد أهم الخبراء في الملف الإيراني وهو جيسون براتسكي بأن الأمور ومسألة نجاح العودة للاتفاقية النووية
قد تصل وقد تتأجل حتى انتخابات نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ. الواضح ستنتهي الانتخابات وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث بحسب طبعا جيسون بروتسكي كما نتحدث الآن. ولكن الصورة الواضحة للولايات المتحدة الأمريكية وما تبحث عنه بالنسبة للعراق أن يكون العراق مستقرا على مستوى الطاقة مهما كانت المشاكل التي تجري من الأزمات السياسية، أن يستمر بشكل طبيعي، أن نعود للاتفاقية النووية، أن نستفد من الغاز الطبيعي لأوروبا لكي تبقى متوحدة ولكي يستفد الرئيس الأمريكي جو بايدن في سياساته الخارجية في مواجهة روسيا بشكل مباشر وكذلك في مواجهة الصين وتهديداتها المباشرة إلى تايوان، وهي بهذا السيناريو سيخدم كثيرا الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة وأن مصادقة الشعب الأمريكي عليه ترتفع. وطبعا هذه النسب كما نلاحظ نسب ارتفاع المصادقة للشعب الأمريكي وصلت إلى 42.7%، هنالك ارتفاع جيد ولا بأس به وهو تنفس الصعداء في الفترة الأخيرة، وبالتالي من الممكن المعادلات التي ذكرناها أن تأتي بأخبار جيدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن لابد من العودة للاتفاقية النووية.